رقصنا يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. أيها الحمد الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعي هذه الانطلاقات الصباحية بعدما تابعنا أول الأشواط، وكانت الشاهينية محمد بن صبيح المخيبي قدمها بأول الأشواط لتسجل توقيتها من مقداره 2:13 انطلق أول أشواط القعدان. التحديات الأولى للقعدان المشتركات مسافة السباق 1.5 كيلو مباشرة مع البداية. مع صدارة هذا الشوط يتقدم كفو سالم بن محمد بن تميم العامري، يأتي على الصدارة ويقدم شعاره، بينما الطاغي محمد بن حمد بن سالم الوهيبي يأتي ويقدم الطاغي مع المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث من القادم في هذه اللحظة، والواصل شعار الشد المنصوري إذا صح هذا التعبير من خلال تواجد الشعار. تابع بقية الأسماء وبقية الشعارات المعلنة بالحضور، ولكن الطاغي على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق في هذا الابداع الكبير. ولكن الطاغي صاحب العوايد وراعي العوايد، ما يخلي عوايده يقدم الانطلاق الممتاز، يبدع في اللحظات الاخيره. الله، هذا هو الطاغي، صاحب بطاقه التاهيل في ميدان الابيض، يبدع في اللحظات الأخيرة، يقدم الإبداع، يقدم ما هو جديد، بلاي منافس. الله، سلام الوهيبي، سلام محمد بن حمد بن سالم الوهيبي، قدم لنا الطاغي ليبدع في اللحظات الأخيرة، ليقدم الأداء الكبير، ليقدم الإبداع المميز. الله يا الطاغي، خلاص يا الوهيبي، خلاص. أشكر فنك على تقديم هذه النوعية، وتسلم يمينك صاحب بطاقة التأهيل في ميدان الأبيض محمد بن حمد بن سالم الوهيبي. قدم الطاغي لينتزع أول أشواط القعدان. المركز الثاني عند الشد المنصور، والمركز الثالث كان شاهين محمد بن حمد راعي حلو الشريبي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، 2:16 قدم لنا الطاغي محمد بن حمد بن سالم الوهيبي ليقدم الإبداع في اللحظات الأخيرة، وصاحب الإنجازات وراعي العوائد، ما يخلي عوائده، صاحب بطاقة التأهيل في ميدان الأبيض.